بيكم متابعين تحيا مصر، مفاجآت جديدة وقصص وتحقيقات مثيرة النهاردة، وكلها قضايا وحوادث. هنستعرض مع حضراتكم تطورات جديدة في إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي، وكمان تفاصيل تحقيقات النيابة الإدارية في نسيان فوطة طبية داخل بطن مريضة في سوهاج، وتفاصيل الإعلان عن نتيجة قرعة الحج في 9 محافظات. البلوجر سلمى الشيمي بعد قرار محكمة مستأنف الاقتصادية بإلغاء حكم حبسها سنتين وتخفيض الغرامة الواقعة عليها 100,000 جنيه، سددت مبلغ الغرامة اللي المحكمة وقعتها عليها في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية والمجتمع، والمحامي بتاعها بيستعد لإنهاء الإجراءات عشان يتم الإفراج عنها من قسم الشرطة، وده لو مش مطلوبة على ذمة قضايا أخرى. ومن المحكمة الاقتصادية لمحافظة سوهاج وبالتحديد طهطة، النيابة الإدارية في طهطة تلقت بلاغ من سيدة قالت فيه إنها تضررت من قيام طبيبة نساء وتوليد بإجراء عملية ولادة قيصرية في مركز طبي خاص، وبعد ما العملية خلصت فوجئت بآلام شديدة في بطنها، وراحت كشفت وعرفت إن التمريض نسي فوطة طبية داخل بطنها، واستمعت النيابة الإدارية لأقوال سيدة طهطة وشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في سوهاج، وطلعت النيابة على التقرير الطبي الشرعي الصادر في واقعة السيدة، وكشفت التحقيقات إن الست دخلت المركز الطبي لإجراء عملية ولادة قيصرية، وبعد خروج الست جالها تعب مفاجئ في بطنها، ولما كشفت عرفت إن التمريض نسي فوطة في بطنها، وده تسبب ليها في مضاعفات صحية، وخضعت السيدة لعملية جراحية تانية، وده عشان يقدروا يخرجوا منها الفوطة الطبية. وقالت التحقيقات إن المتهم الأول في الواقعة اللي هو مالك المركز الطبي، واللي سمح للمتهمة التانية بإجراء عملية ولادة قيصرية داخل المركز بالرغم من عدم صدور ترخيص من الجهات المختصة. أما المتهمة التانية بقى أجرت العملية وهي عارفة إن مفيش ترخيص بده، وكمان أهملت في الإشراف على المتهم الثالث اللي هو الممرض اللي تسبب في إنه ينسي فوطة طبية داخل بطن ست المريضة. وبعد مواجهة المتهمين بالتحقيقات، قررت النيابة أحالة 2 من الأطباء من أخصائي النساء والتوليد وفن التمريض المحاكمة التأديبية على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية. وأخيرا معانا نتيجة قرعة الحج لسنة 2024 واللي أعلنت نتيجتها وزارة الداخلية في 9 محافظات، وقالت الداخلية إن نتيجة قرعة الحج ظهرت في القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح والأسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والأليوبية، وهيتم الإعلان عن حج القرعة تباعا حتى يوم الخميس 16 نوفمبر في محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والفيوم والمنوفية والإسماعيلية، ثم الإعلان في محافظات أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر. وبعد كل الإجراءات دي تخلص هيتم الإعلان على البوابة المصرية الموحدة للحج عن أسماء الفائزين وقوائم الانتظار. وبكده تكون خلصت تغطياتنا النهاردة سريعا، ونشوفكم في تغطية جديدة على خير.